ربط ما بين مصر ومع كل قارة أفريقيا، نتكلم على أيضا ربط نهري بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط أيضا عبر نهر النيل ومصر والبحر المتوسط، تتكلم على ده هيساعد كتير جدا. نتكلم كمان على حركة تجارة تكون ما بين الدول الأفريقية، ده اللي بيتكلموا فيه في الرخاء أو حوار الرخاء الأفريقي، وبالتالي العالم الدول الأفريقية لا تستفيد من ثرواتها، وثرواتها للأسف الشديد سنوات استعمار نهب ثروات أفريقيا بالكامل، وتأثرت الدول الأفريقية والشعوب الأفريقية كان تأثير كبير جدا. يعني بدل ما أنت غني جدا، إحنا قارة غنية جدا بثرواتها ولكن فقراء جدا. يعني شوف المعادلة الصعبة، إنه أكتر دولة أو أكتر قارة عندها ثروات، وللأسف الشديد أكتر قارة شعوبها فقيرة. أجي نتكلم على غانا، وإحنا بنتكلم على حوار الرخاء الأفريقي، كان بيتكلم امبارح الرئيس غانا نانا أدو، بيتكلم على التعاون وعلى ما تعاني منه القارة، وبيتكلم على دور أفريقيا، وبيتكلم على طبعا، وكان قبل كده يمكن كان ليه كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا، اتكلم على الاستعمار واتكلم على الثروات واتكلم على حان وقت أن أفريقيا والعالم لابد أن ينظر لأفريقيا. أكتر مرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل خطابات الرئيس وكلمات الرئيس ولقاءات الرئيس مع قادة وزعماء قادة الدول الأفريقية وحتى في منصة الأمم المتحدة سنوات طويلة، الرئيس بيتكلم أيضا على حان الوقت التعامل مع أفريقيا بما يليق بالقارة الأفريقية، حان الوقت إنه أفريقيا كمان يكون لها دورها وتعود لمكانتها. يعني نتساءل، والرئيس عبد الفتاح السيسي قبل كده اتكلم إنه صوت أفريقيا هو موجود فين في العالم؟ الأمم المتحدة، هل إحنا موجودين كأعضاء دائمين؟ لا، مش موجودين كأعضاء دائمين، إحنا موجودين كأعضاء سنتين، دول أفريقية أو دول عربية بتاخد سنتين سنتين اللي هو عضو غير دائم، يعني صوتك ما بقاش له التأثير زي ما تبقى صوت دائم. فأنت متخيل النهاردة نتكلم على قارة بهذا الحجم بهذه القوة الكبيرة، القوة البشرية الكبيرة، ولا تكون ممثلة في مجلس الأمن بمقعد على الأقل؟ أفريقيا لها حق يكون لها مقعدين مش مقعد، ولكن على الأقل بنتكلم على مقعد عضوية دائمة في مجلس الأمن، بالإضافة لتوسع مقاعد لقارة أفريقيا. إن احنا بنتكلم على قارة، بنتكلم على شمال أفريقيا، بنتكلم على وسط أفريقيا، بنتكلم على جنوب أفريقيا، ولكن في الآخر بنتكلم على قارة لابد أن يكون لها تواجد كبير جدا في المجتمع الدولي، تواجد كبير في مجلس الأمن والأمم المتحدة. النهاردة العالم بدأ يبص، روسيا بتعمل حوار و القمة الروسية الإفريقية، الصين القمة الإفريقية الصينية، الولايات المتحدة الأمريكية نفس الحكاية، الدول العربية نفس الحكاية، وفي تجمعات وفي لقاءات وفي عمل يتعلق ما بين إفريقيا وكافة دول العالم. أوروبا النهاردة وتعمل فرنسا مع إفريقيا، وبالتالي هناك بدأوا يبصوا إلى إفريقيا، ولكن ده مش كافي، لأنه في الآخر ما فيش النهاردة حد، أنت محتاج إفريقيا. إفريقيا الدولة اللي هي دول كتير جدا بيحصل فيها هجرة غير شرعية تروح لأمريكا أو تروح لدول أوروبا. طيب أوروبا اللي مطلوب النهاردة تتعامل مع القارة الأفريقية، بنتكلم على تصنيع، بنتكلم على تكنولوجيا، بنتكلم على دعم كبير للقارة الأفريقية ودول القارة الأفريقية، عشان تقدر في الآخر تصل إلى نتيجة كبيرة إن القارة دي يكون فيه نهضة حقيقية. هل موجودة النهضة موجودة في القارة؟ لا، مش موجودة في القارة. دولة زي غانا النهاردة عدد سكانها 30 32 مليون، معظم او 80% من احتياجاتها بتستوردها، ما عندهاش صناعه، ما بتصنعش الحاجات كل شيء. يعني النهارده في علاقات بيننا وبين غانا ترتقي هذه حجم العلاقات اكتر من كده، احنا بنتكلم على دوله انك تستعين بالخبرات المصريه. يكون بالمناسبه غانا عندها امطار طول السنه،